حنا كتجار ومهنيين هذه الحرفه هذه كنقوموا بواحد المبادره ومبادره اللي هي زوينه وكنتمنى ان الساكنه تعاوننا في هذه المبادره هذه. وشكون هي هذه المبادره؟ الا وهي توصيل الناس الساكنات ميدلز بالخضر والفواكه حتى المنازل ديالهم. لا داعي باش يخرجوا للشارع والاقتضاضات وكذا، وهذا الشيء كله راكم كتعرفوه باش نحدوا الانتشار ديال فيروس كورونا اللي هو خطير وخطير جدا، وكتعرف كل شيء كيعرف دابا حاليا بانه راه كتنتقل عبر الازدحام واللمس الى غير ذلك. لهذا الله يرحم الوالدين، حنا متطوعين، لا داعي باش تخرجوا، غادي نعطيكم ارقام الهاتف ديالنا، حاولوا غير تتصلوا بنا وحنا راه الاشاره ديال الجميع، غادي نوصلوا لكم المسائل ديالكم حتى للدار ديالكم باتمان مناسبه وبجوده عاليه. حنا راه حنا ولا الضامين، كنعرفوا الخضره المزيانه اللي ما مزياناش، وكنعرفوا الثمن المزيان اللي ما مزيانش. يعني راك تقدر تخرج انت تشري واحد الخضره وزايده عليك 40 ريال، حنا بامكاننا نشريوها باقل بواحد 2 دراهم مثلا، لان الناس كتعرفنا الخضره، الناس ديال الباعه كيقول لهم كيعرفونا، غادي يديروا لنا المروه اكيد. وهذا الشيء كله كما قلت لكم باش نحدوا من الانتشار ديال هذا الفيروس بجهد الله. معكم عضو من اعضاء الجمعيه ديال البركه اللي تنظم هيكله العجائنين بمدينه ميدلز. كنتمنى من الله لجميع ساكنه ميدلز تحيط تشد دارها وتبقى في دارها، واللي خصها مرحبا، على راسنا وعينينا. كل الخضره اللي خصها نجيبوها لها قدر المستطاع، وتنتمناو الخير للجميع، وكنتمناو هذا الوباء يزول، وكنتمناو من الله يحد الباس. والسلام عليكم. تتعرفوا بهذه الظروف اللي تعيشها العالم دابا، تنبشروا الساكنه ديال ميدلت راه كاينه الجمعيه ديال البركه، راه رهن الاشاره ديالكم والنمره ديال التليفون راه كاينه، ما كاينش شي واحد ما عندوش الفيسبوك، كلشي عنده راه النماري ديال التليفون كاينين. اللي خصاتو شي حاجه بلا ما يعد براسو ويخرج، راكم عارفين هاد الحاله اللي راحنا فيها دابا، وتنتمناو منكم تكونوا واعيين باش نحدوا من هاد الحاله هادي. وراه الجمعيه راه تتسهر على حسابكم، وراه الحاجه اللي طلبتوها غادي توصل عندكم حتى للدار ديالكم. وتنتمناو حتى اللي ما عرفش توصلوا هذه المعلومه هذه للناس اللي ما عرفهاش بلا ما تخرج، راه تنقول لكم النماري ديال التليفون كاينين، وعيطوا ويصل عندكم حتى للدار. وما وبتكلفه يمكن هذه بادره كاع من الجمعيه اللي تيبان لي انا. والحمد لله راه كل شيء موجود، السلع موجوده كما تتشوفوا، غير كل شيء يلتزم البيوت ديالهم، ولا اقتضى الحال كاع يخرج غير واحد من الدار. والجمعيه راه ساهره دابا، راه ما تتنعش ليلة نهار، وتوصل لكم داك الشيء حتى الباب ديال الدار ديالكم. وان شاء الله راه غادي نتجاوزوا، الى عاونتونا غادي نتجاوزوا هذه المحنه هذه ان شاء الله. هذا النداء كنوجهوا للساكنين ديال مدينه ميدلت بان راه اللي خصو شي حاجه في الخضره او لا في الفواكه، حنا راه الاشاره ديالهم مرحبا. الله يرحمكم الوالدين، كنوجهوا هذا النداء لكم كاملين، ما تخرجوش من الديور. الارقام ديالنا راه موزعه في كل شيء، اللي خصو شي حاجه يتصل بنا مرحبا. هذا الوباء خصنا نحدوه حنا، خصنا نتعاونوا بعضياتنا، هذه المعاونه هي نقصوا في الدار ديالنا. وحنا اللي خصاتكم راه الاشاره ديالكم، اثمنه مناسبه، كل شيء الحمد لله غادي يكون موثق بالفاتوره، بهذا الثمن كل حاجه بالثمن ديالها. عندنا الطابع ديال الجمعيه ديالنا باش ما يسال باش ما يقولش لا كنزيدوا عليكم او لا غادي نستغلوا هذه الوضعيه. حنا الحمد لله شي كنديروا في سبيل الله باش نحدوا هذا الوباء ونتعاونوا بعضياتنا. الله يرحمكم الوالدين، قصوا في ديوركم باش نحدوا الوباء، واللي خصو شي حاجه مرحبا، حنا راه الاشاره ديالكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.